احنا موجودين بالعراق مثل ما قلنا لكي يبقى العراق عزيز ومستقل ومزدهر وصامد. نظام بغداد اللي سقط فقط بغداد لما ما تريده، ولما ما تريده بغداد ولما ما تريده الاعمار احنا نسقطه، احنا نسقطه، لانه احنا قائمين في هذا البلد على اساس تمثيل ارادة الشعب. ومع المعذرة للشعب العراقي وللبعثيين، احنا نقول للخميني، الخميني يجوز يزعل من كلمة دجال، الدجال مربع. ونقول للخامنئي، ونقول لهم وبصدق انه احنا مستعدين في العراق نسوي لجنة تحكيم دولية او لجنة تحكيم من عدم الانحياز او لجنة تحكيم اسلامية، وتجي تسوي استفتاء في الشعب بين يعني الايراني والعراقي، اولا على النظام، استفتاء عام تحت اشرافه، احنا نوخر على صفحة الى ان تكمل الاستفتاء. واذا يريد اكثر، إذا يريد أكثر أنا أرشح بس عن شعبنا الشيعي، بس عن الشيعة، هم إذا جبنا ثلثين من الشيعة معناه ناجحين.